عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته أمس قادما من تركمانستان الشقيقة بعد زيارة دولة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من فخامة الرئيس قربان كوليباردي محمدوف، حيث أجرى جلالته خلالها مباحثات مع فخامته ركزت على تطوير آفاق التعاون المشترك على كافة المستويات. كان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدى لدى وصوله قاعدة الصخير الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.